اللي هو جانب الاستقالة والبحث عن فريق ثاني ممكن أن يشتغل به. فسخ وأيضا أكو فرق بالتراضي وأكو فرق أيضا اشتغلت على المدرب أيوب صراحة أثناء تواجده بالزورة. طبعا مسجات ما وصلوا لأنه هو رجل محترف ويعرف هاي السالفة. فأنت من تأثر هاي المسجات من فرق جماهيرية من تأثرها بمسجات طبعا أكيد توصلك تشوش حتى على اللاعب الشوش. اكو فرق جماهيريه تشوش على اللاعبين من خلال انت مثل ما يقول تكون عندي الموسم القادم وادي ان شاء الله انطيك 400 انطيك 300. طبعا هذا اللاعب يشوش اثناء الدوري فرق جماهيريه تبعث رسائل للاعبيكم اعطيكم 400 و500 بس عوفوا الزوراء يعني كش كلام طبعا زين حتى على طبعا هاي تاثيراتها سلبيه راح تكون على اللاعب زين على ايوب ايضا تحركوا يتحركوا يا فريق تحركوا ما اعرف والله بس اكو مسجات اجتي الى الرجل وهو طبعا تعرف محترف فم يعني مو يم السالفه بس انت من دائما تمد يعني تودي هذا المسج مو صحيح حتى لو كان كذا الغرض بارسال مسج مع مدرب يعني عامل بالدوري يعني هي تشويش على افكاره واثنين ممكن ان يكون يعني عامل لتراجع الفريق وممكن هاي طبعا كل فريق يبحث عنها ممكن يكون الآخرين طبعا اللي عنده مبالغ عالية ويقدر يشتغل هذا الشغل بس أنا أقول هي احتراف والاحتراف ممكن اليوم يدرب هو بالزوراء بكرة يدرب بالجوية بكرة يدرب بالشرطة وبعدها يدرب بأي فريق ثاني موجود بالميناء بالنجف بغير مكان وبالتالي هو هذا الاحتراف اللي موجود بالعراق أنت تقول لي هذا الاحتراف كله هو منظم بطريقة صحيحة أقول لك لا أكيد مو منظم بطريقة عالية جدا احنا لازلنا في طور الاحتراف في بداية الاحتراف بدنا نعمل على تأسيس احتراف حقيقي كل الموجودين أنا واثق أنه أنت تعرف الأندية اللي فاتحت أيوب ربما ما تريد هي شوف هي مسجات أزعجت هذا التصرف طبعا أزعجنا أكيد كل واحد بينا سأل علي أخوي أنت كل واحد يعني أنت اليوم مستقر وده تروح وهذا وأنا دزك رسالة أقول لك أنا لو تتكون وياي أفضل أنا ممكن ولا عندكم علاقات طيبة بجميع الإدارة احنا بكل الفرق عندنا علاقات جيدة عاتبوهم بس احنا اذا لا زال هو ما صار يعني مثل ما يقول شيء رسمي وصار كتاب بها ماكو داعي انا اذكره لانه هي مجرد المسج هذا هي مجرد التأثير مجرد التشويش على الفريق وطبعا هي يعني هي مو اعذار انه فريقنا تعثر وهاي لا فريقنا تعثر نتيجة عدم اداء اللاعبين راح نتحدث عن بس يعني البعض يتساءل يقول ليش ما استمريتوا مع حيدر عبد الأمير اللي كان مدرب والآن رجعتوا له وكان عامل بالفريق يعني شوف هي فرصة أنه تكون أيضا للمدرب حيدر أنه فرصة تكون له فرصة حقيقية هسه هي فرصة مؤاتية إليه تقول لي أنت تقارن ما بين الكابتن أيوب بين كابتن حيدر أكيد أيوب خبرة كبيرة جدا بالتدريب مجال التدريب وكل الاحترام إليه بالجانب الفني يفهم كثيرا ويفقه أفضل من المتحدث حيدر رجل أيضا عمل في التدريب واجتهد في التدريب ونجح في التدريب